بزاف اخويا، بطاطا 10 دراهم، بصله 300، نخدم 100 درهم، غتقدم لنا تخلص منها الكرة تسير منها الوليدات، شدير بالك. واو بطاطا 240، البصلة 300 والصرف، راه بزاف والله إلا بزاف. الدرويش راه مسكين مبقاش يعيش، بالنسبة للخدام 100 درهم و70 درهم و150 درهم ما غاديش يعيش. وديما كنت نتقدم كي جاوك العثمين اخويا بزاف اخويا، بطاطا 10 دراهم، بصله 300، نخدم 100 درهم، غتقدم لنا تخلص منها الكرة تسير منها الوليدات، شدير بها؟ كلشي بزاف كلشي اصاحبي، لا حطيتيها على يدك كترجع للنار، الدرويش اخويا مابقاش يعيش. بزاف 100 درهم اصاحبي، انا خدام 100 درهم كنفكر لها لك 100 درهم، وليت خدام انا عاد تقاديه، مول الكرة كيوقف عليك في الشهر ما كتصيبش تخلص، باش تخلص وتكارب 1000 درهم. وعندك وليدات وعندك مصاري. واخو المسؤولين كنقول لهم حنا نطلبوا من المسؤولين يشوفوا هادشي ويديروا لنا الحل، نقصوا علينا. راه بزاف بطاطا صاحبي من 6 درهم ولا شي صاحبي 10 درهم 240، بصله من 5 درهم ولا 15 درهم. تقهرت اخويا. بزاف اخويا، انا بعدا تقهرت، انا بعدا كنشوف راسي انا تقهرت، انا 100 درهم باش الناس باغا ندخل نتقدم 100 درهم، غادي ندخل نضحك على راسي. ما تقداش لي 100 درهم. والله اخويا ما بقاش كناخذ. انا حاليا والله ما بقاش كناخذ هذاك الشيء، ولاش انا. منه كيلو كتاخذ نص كيلو. باش تقضي. حيت الا خديتي اكثر من القياس ما غاديش توفر شي حاجه اخرى. هذا هو المشكل اللي كاين عندنا حنا في هذا السوق. شنو تقول لرئيس الحكومه؟ واخويا كنطلبوا من رئيس الحكومه يشوف هذا الشيء. يشوف هذا الشيء ويدير لنا الحل ونقص الدرويش، راه الدرويش كيتهلك بزاف. الدرويش راه مسكين مابقاش يعيش، بالنسبة لخدام 100 درهم و70 درهم و150 درهم ما غاديش يعيش. طلبوا من هذاك الشيء اللي خويا كنطلبوا الله يرحمنا الجميع. بزاف راه ماشي احنا اللي كنضروا، راه حنايا وانت الخدار اللي كيبيع ويشري. علاش انت هو كيضر؟ علاش انت هو شاري بالغلا؟ الاكثريين ديال البنادم ما كيجيش يتقدا خويا، واش فهمتيني؟ الاكثريين ديال البنادم دابا في السوق كاين اللي كيسمع دابا تكون عنده 200 درهم ما غاتبان لها نص كيلو كاع، فين هي اللي عنده فلوس غياخذ جوج كيلو من هنا جوج كيلو من هنا، كاين اللي كاري كاين اللي عنده وليدات كاين اللي كيخلص من الضو. الله يحسن العوان اخويا، هاد البلاد هادي اخويا الله يدير لنا شي تاويل معاهم يا ربي يا ربي، دير شي تاويل اخويا. انا كنفكر دابا حاليا ان شاء الله مورا رمضان كاين الغربه اخويا. شو تقول الحكومه المغربيه؟ كنقول الحكومه المغربيه ديك اخنوش، الله يهديك الله يهديك اوليدي اخنوش، الله يهديك. راه الناس مقاتلين، راه كاين اللي ما عندوش باش ياكل اصاحبي، كاين اللي ما عندوش باش يدير شرف طورس. اقسم فمي بالله اخويا هادشي كنقول لكم من الداخل ديالنا، حنا اصلا ضرينا اخويا بالسيف. من انا ما نمشي نتبلى في عمري 22 عام، ما نمشي نتبلى قدام لونطريمون داخل ديال شي نادي ديال شي حاجه باقا كيقرا. يعني حنايا المستقبل ديالنا خويا ضايع، واش فهمتيني؟ معاك تشوف راسك والو، ما شي حاجه ما دايره في حياتك زوين. واو بطاطا 240، البصله 300 والصرف، راه بزاف والله الا بزاف. مع صراحه الدرويش ما يعيش، والله ما يعيش. مع صراحه بزاف هادشي اللي كنشوفوه دابا بزاف. دابا مابقيتوش كتاخذوا كاع داكشي اللي بغيتو. اش غتاخذ؟ لا خديتي نص كيلو من الحاجه ما تقول لحد. مازال خيزو هو اللي 5 دراهم. خيزو اللي 5 دراهم والبصله الخضار هي اللي طايحه شويه. مال الاخرى راه 320 300. مطيشه 10 دراهم 12 درهم. شو تقول للمسؤولين اخويا على هاد السياسه؟ والله ياخذ الحق. الله ياخذ الحق. هادشي اللي نطلبوا من الله. انت مثلا كتشوف الجيران ديالك مساكن، يعني القدره الشرائيه انا راه انا اللي قدرت دي دابا خيزو جوج كيلو، راه ما نظنش انا ياخذوا متى نص كيلو، ما ياخذوش نص كيلو، ما يقدروا ما عندهمش باش ياخذوا. انا راه خديت مازال دابا جوج كيلو، عندي في امكان ديالي ناخذ جوج كيلو ب 10 درهم، وراه 10 درهم راه عنده وليدات راه ياخذ باب رمضان، يعني كيبغي مصاريف وكيبغي مصاريف. ما غاتقدكش واحد 150 درهم في الليله، ما غاتقدكش في النهار، هذه ما غاتقدكش خضره ابار على ما نهضروش على اللحم ولا الدجاج ولا غير خضره، راه ما غتكفيكش والله لا كفاتك. واتمنى ان شاء الله يكون امين امين اخويا. كل المغاربه بمناسبه رمضان هو عواشر مبروكه للجميع، والله يدير لي في الخير. سلام خويا. كيجيو كل الاثمنه اخويا ديال كلشي غالي اخويا، ما ضن دور لقى كلشي غالي.
الاخر. تشري والو؟ والو، ما كاين الطاطا دايره 260 بصله 300، ما عندنا ما نشري والو، ما كافياش والو، ما باش ما خدام ما والو باش تشري هادشي، كلشي غالي. شو تقول المسؤولين على هذا الشيء والحكومه؟ راعوا شويه الشعب، رخوا رخصوا شويه اثمنه، وكل شيء ياكل ووكل. دابا رمضان كيبغي مصروف يعني بزاف. اه تيبغي المصروف، خاص تكون عندك 100 درهم ما تقدكش في رمضان. كان رمضان كان يدوزو كل شيء رخيص، دابا كل شيء غالي، ما حطيت يدك غالي، الطاطا غاليه، البصله غاليه، كل شيء غالي. شو تقول للحكومه المغربيه؟ الحكومة ما دارت والو، هادو جاو كحلو على الشعب وصافي. باش يوصلك جديد فيديوهات الأنباء تيفي، تابونا معنا في لاشين يوتيوب وفعلوا الجرس.